ننتقل إلى الجولان المحتل، إذ تنضم إلينا من هناك إيمان جبور مراسلة الغد لتضعنا في الصورة من الجهة المقابلة. إليك إيمان. نعم، دعيني فقط أحدث الآن في هذه اللحظة وفق إذاعة الجيش، إذاعة جيش الاحتلال، يبدو بأن هنالك صاروخ ثالث مضاد للمدرعات أطلق من جهة الحدود اللبنانية. إذا نتحدث عن ثلاثة صواريخ مضادة للدروع كانت قد أطلقت خلال صباح هذا اليوم، خلال الساعة الأخيرة، من الجانب اللبناني نحو السياج الحدودي. في واحدة من هذه الضربات كانت هنالك إصابات، كان قتيل، وعلمنا بأن القتيل هو عامل عربي كان متواجد في المنطقة، وثلاثة إصابات متوسطة نقلت إلى المستشفى. إذا آخر تحديث صاروخ ثالث وفق إذاعة الجيش يطلق من قبل حزب الله، صاروخ مضاد للدروع. نحن نعلم منذ بداية هذه الأحداث الأمنية المحدودة على الشريط الحدودي ما بين الحدود الإسرائيلية واللبنانية بأن الصواريخ المضادة للدروع عادة تطلق من قبل حزب الله، وهو على أي حال كان قد قال بأنه اتخذ مسؤولية على إطلاق هذه الصواريخ. ما زالت المواجهات هنا على الحدود الإسرائيلية اللبنانية محدودة، ولكنها أدت حتى الآن إلى خسائر كثيرة بين الإسرائيليين نسبيا. نتحدث عن خمسة قتلى منذ بداية هذه الأحداث، يعني خلال 8 أيام. عمليات أمنية محدودة على الشريط الحدودي تؤدي إلى 5 قتلى في صفوف الإسرائيليين، من بينهم أيضا جنود. إذن الوضع هنا ما زال متوترا، رغم أن الأحداث ما زالت محدودة، ولكن يعني يمكن القول بأن هنالك تخوفات كثيرة ما بين الإسرائيليين أيضا السكان، ولكن الجيش الإسرائيلي أيضا متخوف من أن تتحول هذه الحرب إلى إقليمية، وأن يفتح حزب الله بهجمة شاملة أو حرب مفتوحة على الجبهة الشمالية، بحيث تصبح إسرائيل بكاملها في مرمى صواريخ حركات المقاومة سواء من غزة أو من منطقة لبنان. كان قد تحدث في بداية مؤتمره الصحفي الناطق باسم الجيش الاحتلال، وقال بأن كل حدث يخرج من لبنان تتحمل مسؤوليته الحكومة اللبنانية، الدولة اللبنانية بكاملها، وهي لا شك يقصد بهذا الأمر بإيصال رسالة تردع حزب الله من استمرار هذه العمليات المحدودة أو من افتتاح جبهة شاملة في الشمال، لأنه يعني عمليا يهدد الجيش بأن الرد سيكون في لبنان وليس فقط في الجنوب. قبل قليل أيضا أعلن جيش الاحتلال بأن كل المناطق المتواجدة في نطاق 4 كيلومترات من الحدود اللبنانية تم عزلها، بمعنى أنه من يمنع دخول أي مدني إلى تلك المناطق. هذا ربما يعني بأن هنالك أنباء أو تخوفات من استمرار هذه الاشتباكات المحدودة على الشريط الحدودي، وتخوفات من إصابات أيضا بين المدنيين هنا الإسرائيليين. الآن المعضلة في إسرائيل وبين الجيش الإسرائيلي وأيضا الاستخبارات، يعني بأنهم أولا لا يستطيعون أن يتنبؤوا أو يتوقعوا ردود حزب الله. هنالك يعني فرضية بأنه كلما تعمق هذا الهجوم في قطاع غزة والوضع الإنساني تدهور بشكل خطير كما نراه اليوم، كلما تدهور هذا الوضع يعني من الاحتمالات تصبح أكبر لتدخل حزب الله ولتنفيذ هجمات أكثر حدة على الجبهة الشمالية هنا في شمال فلسطين المحتلة. وطبعا يعني الجيش السياسيين كانوا قد تحدثوا بأن هدفهم أن لا تكون هنالك جبهة ثانية. المتغير في هذه المعادلة الآن ما بين إسرائيل وحزب الله هو دخول الولايات المتحدة على الخط، وهذا التهديد المستمر بأن الولايات المتحدة تدعم إسرائيل ليس فقط يعني دبلوماسيا وإنما أيضا عسكريا وبشكل واسع. بالأمس فهمنا من مصادر إسرائيلية بأن الولايات المتحدة تتجهز لإرسال
حاملة طائرات ثانية وعتاد عسكري آخر لإسرائيل. نعم. وهذا يقصد بهذا أيضا رسالة ردع لحزب الله في الجنوب اللبناني. شكرا لك إيمان جبور من الجولان المحتل.